الوطني وقائد نادي الطلبة يونس محمود، فمساء الخير وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على منبر المدى ستاديوم. أهلا وسهلا بك دكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ فقرات برنامجنا. أحييكم من جديد. الحلقة ستخصص بالكامل للحديث مع قائد المنتخب الوطني يونس محمود، لكن قبل أن ندخل في تفاصيلها هناك متابعات بسيطة عبر فقرة صورة وخبر، تعالوا معي لنتابع. وزارة الشباب تنهي كتابة الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة في العراق بمشاركة مجموعة من خيرة خبراء العراق، وتعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين لإعلان اللوائح الانتخابية النهائية لانتخابات الأندية. الزوراء يفوز بثنائية نظيفة على الكرخ في ختام منافسات الدور الأول للمرحلة الثانية المجموعة الأولى بدور الكرة الممتاز، وفي المجموعة الثانية تعادل الميناء مع ضيفه زاخو بهدف لكل منهما، كما تعادل أمانة بغداد مع أربيل بهدفين لكل منهما، ونجح النجف بالفوز على كربلاء بهدف وحيد، لما انتهت مباراة الحدود والصناعة بالتعادل بهدف لكل منهما. اتحاد الكرة ينفي تأجيل مباريات دور الكرة الممتاز خلال مدة مشاركة المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية. إدارات أندية الزوراء والقوى الجوية والميناء تمنع لاعبيها من الالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي لكرة القدم. بمشاركة العراقي على الحانة تعادل الوكر أمام قطر بهدفين لكل منهما ضمن دور نجوم قطر لكرة القدم. نادي الجيش وأمانة بغداد يهيمنان على نتائج بطولة أندية العراق بالجمناستيك لفئتي المتقدمين والشباب. اتحاد تنس الطاولة يرهن إقامة عدد من بطولات الموسم الجديد بتوفر ميزانية مالية جيدة. أخيرا البصرة تحتضن منافسات بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة والرومانية لفئة المتقدمين في العشرين من الشهر الجاري. شكرا إيناس وشكرا مصطفى. بداية البرنامج والفقرات الخاصة بالحلقة الاستثنائية المخصصة للحديث عن القائد يونس محمود والمسيرة المقبلة، المسيرة الماضية، كل ما يتعلق بنادي الطلبة والمنتخب الوطني سندخل إليها عبر التقرير اللي أعد الزميل محمد الخفاجي، تعالوا معي لنتابع. لا يخفى على أحد أن الإبداع غالبا ما يولد من رحم المعاناة، وقد يحدث العكس أحيانا، ويبدع الإنسان عندما تتوافر له الظروف والبيئة الملائمة. ضيفنا هذا اليوم ولد في ظل ظروف عائلية صعبة، عانى الكثير حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، فشكرا لك أيتها الظروف القاسية لأنك أنجبت لنا لاعبا يتجدد عطاءه وتزداد نجوميته كلما مضى قطار العمر به. إنه السفاح يونس محمود الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في الملاعب العراقية والعربية بل وحتى العالمية. ولد في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، وبدأ من نادي القضاء نفسه يوم كان ينشط في دور الدرجة الثالثة، وانتقل بعدها لفريق نادي كركوك ضمن الدرجة الممتازة لتنفتح أمامه آفاق الشهرة والاحتراف، لا سيما بعد تمثيله فريق الطلبة الذي حقق معه بطولة الدوري. عرف مشاكسا داخل المستطيل الأخضر وقائدا خبيرا بكيفية إنهاء الهجمات في مرمى الخصوم. تصريحاته الرنانة وصراحته المتناهية عبر وسائل الإعلام أثارت حفيظة الكثير من وجهوا سهام النقد له، لكن في نفس الوقت كانت حافزا له لتقديم الأفضل وإسكات منتقديه. ارتدى قميص المنتخب الوطني مبكرا، وعلى الرغم من صغر سنه ومزاملته لمجموعة من اللاعبين المهاجمين النجوم، إلا أنه تمكن من كسب رضا المدربين الذين عمل معهم ليكون أحد الركائز الأساسية للمنتخبات الوطنية على مدى 15 عاما مضت. انضمامه لفريق الطلبة خفف من حدة الانتقادات التي كانت توجه ضده لعدم ارتباطه مع اي ناد، الا انه وبرغم عودته الى صفوف الانيق ما يزال امام سيل من الاتهامات لغياباته المتكررة عن الوحدات التدريبية، ما يدفعنا للتساؤل عن سبب آلية تعاقده مع ادارة الطلبة على طريقة الهواة بشكل يضمن. أحييكم من جديد بعد هذا التقرير. نعتذر عن الخلل الذي حصل في التقرير. نعود مرة أخرى لضيفنا ونرحب بك كابتن يونس محمود. أولا تهنئة لحصولك على شهادة الدراسة المتوسطة أخيرا نحتفي بها، وأسألك من خلالها طموح يونس محمود بعد
الحصول على هذه الدراسة؟ يعني الآن يونس يعني قاربت مسيرته أو شارفت على الاعتزال، هذه الشهادة ممكن تثير تساؤلات كثيرة حول ما الذي يهدف إلى يونس محمود. طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكرك على الاستضافة، وأنا يعني مرتاح اني سويت لقاء وياك، وكنت اتمنى اسوي لقاء وياك لما تمتلك من كاريزما ومن معلومات قيمه، وانت وانا ايضا اتشرف بحضورك، وانا شايف يعني اكثر من برنامج. نعم. اتمنى اكون وياك تكون محاور لي، وايضا اتشرف بقناتكم ان اكون موجود. طبعا اكيد اشكرك على الشهاده، طبعا اكيد هاي السنين اللي اخذتني، يمكن حتى التقرير قال انه من منطقه فقيره ومن عائله فقيره، اكيد كانت الظروف صعبه بذاك الوقت ان واحد يقدر يكون في يعيش في مستوى جيد مثل ما نقول. اكيد كنت احاول اساعد اهلي في مجالات، لكن الرياضه هي كانت الفرصه المنقذه ليونس محمود، والحمد لله والشكر اخذت من وقتي. نعم انطتني كثير، لكن اخذت مني التعليم والدراسة. نعم يقولون الحياة مدرسة تعلم، يعني أكيد، وما شاء الله يعني أنت استفاديت منها يعني استفادة كبيرة، سواء من خلال اللغة اللي تمتلكها، اللغة الثانية اللي هي إضافة للعربية اللغة الإنجليزية، علاقاتك الواسعة، حضورك المؤثر في ميادين مختلفة، بالتأكيد استفاديت. لكن الآن دراسيا أصريت على إكمال الدراسة المتوسطة، وقد تكون عندك طموحات أخرى أيضا للإعدادية وممكن الجامعية. ايه طبعا اكيد هاي الشيء، الحمد لله اخذت شهادة الثالث، وان شاء الله يعني ماشي على شهادة السادس ان شاء الله احاول احصل عليها، وبعدها ادخل ابسط شيء التربية الرياضية يعني في مجالي الرياضي. يعني احنا نتمنى لك التوفيق حقيقة، وانا شخصيا اتمنى لك التوفيق. يمكن اول مرة التقينا قبل شهر او شهر ونص، دار بيناتنا حديث جانبي، وقلت لك يعني في الوقت المناسب ان شاء الله نكون انا وانت سوية، رغم انه يعني ملتقين في مناسبات اخرى، لكن على منبر واحد امام المشاهدين ما ملتقين. هذه اول شرفاني دكتور، او انا اتشرف ايضا، هذه اول مرة نجري حوار معك، حوار ثنائي عبر الشاشة. اسأل ايضا، ممكن انه الان في ظل امتلاكك الشهادة او حتى عدم امتلاكك، خلينا ندخل مباشرة باسئلة تلامس الواقع. انتخابات الأندية على الأبواب، يونس محمود صرح في أكثر من مرة أنه ممكن يتجه للمجال الإداري قبل أن يتجه إلى المجال الفني أو التدريبي. هل لديك طموحات تتمثل بهذا الاتجاه، خصوصا وأنه اللوائح الجديدة تسمح لك من خلال الاستثناء للأبطال الأولمبيين والأبطال المشاركين في البطولات العالمية والقارية؟ وشوية تسوي لي مشاكل هاي؟ لا مو مشاكل، انت صريح، فلذلك انا اطمع بهذه الصراحة. طبعا دكتور انا احب انه يكون الناس متفهمة بهذا الموضوع، لكن بعض الناس ما تحب يعني اني ادلو بهذا الدلو، تعرف هواية امور بيها، لكن انت تعرف على جانب نكون على جنب كل شيء احكي لك. أكيد يعني أكيد اللي أكيد بداخلي واللي اخطط له. طبعا هو حق مشروع للكل انه يشوف نفسه يقدر يخدم بلده في مجال معين، صح. لكن احنا هاي الثقافة ما عندنا، يعني ما لنا واحد يطلب، لازم ما تطلب تجي فجأة وتصير الامور. اكيد اللي مخططات تدريبيا، لا انا بعيد عن التدريب، يعني انا احس نفسي اداريا اكثر، امتلك علاقات كبيرة ليس داخل العراق فقط، أكيد خارج العراق وحتى في آسيا، وحتى إذا أقدر أقول لك في أوروبا هم. عندي هواية أمور، عندي هواية أفكار من خلال هاي المسيرة مالتي 15-16 سنة مع المنتخب العراقي واحترافي خارج العراق. تعرف الاحتراف خارج العراق أيضا يعطيك كثير من الأمور، وأنا 10 سنوات محترف في دولة هي بانية للرياضة، صارت يعني محطة وبنى تحتية للرياضة كاملة. اتمنى يعني اذا كان هذا بترحيب او هذا انه يكون يونس محمود الى يد
في صناعة القرار الرياضي يكون في داخل العراق، هذا يشرفني أن أكون معاون للإخوان اللي موجودين اللي يخدمون الرياضة. وإذا ما رادوا أنا تعرف دكتور أنا كلهم يتوسلون بي يعني بالخارج، أي منصب ينطوني هم يعني يتمنون لحد الآن يعني يطلبون مني أن أروح، بس أنا تعرف أنا جيت لأنه أحس بالمعاناة اللي يحس اللاعب العراقي أو الرياضة العراقي عامة. صراحة أنا أقول لك إياها كرة القدم يعني بالأخص بالتأكيد. إذا كانت لها ترحيب أنا موجود، إذا ما كانت لها ترحيب يعني مو بالتأكيد. يعني سنين طوال تقريبا 15 سنة مع المنتخب الوطني ليست قليلة، مشاركات متعددة، إنجازات كبيرة، تأكيد سيكون لها أثر كبير. إحنا نعتبره بالعكس احتضان لرجل يريد أن يقدم، يجد نفسه كفوء في مجال ما، ليش لا نعطيه الفرصة، خصوصا أنه الآن الاتجاه نحو الشباب بشكل كبير. أنا حقيقة أتمنى أنه أشاهد هذا الطموح يتجسد على أرض الواقع، سواء في نادي الطلبة أو سواء في أندية أو في اتحاد. حتى في وقت سابق صرحت أنه من الممكن أنه طموحك بتبوء منصب في اتحاد الكرة، والبعض قال انه رئيس اتحاد الكره، ليش لا، هو هذا طموح الانسان يعني عندما يمتلك طموح يقدر. انا شوف دكتور انا بالنسبه لنادي الطلبه نعم نادي لكن ما عندي اي طموح بنادي الطلبه صراحه يعني طبعا. انا لا اخاف من علاء ولا اخاف من اي لا واحد، اخوه واصدقاء واكثر من مره عرضوا علي منصب نادي الطلبه، لكن انا مو طموحي صراحه. انا اقول لك انا نعم نادي الطلبه نادي ودعمه وقلبي وياه والكل يعرفون يعني انا عفت كل شيء وجهه النادي الطلبه صح، لكن طموحي ابعد من هذا الشيء وحتى ابعد من الاتحاد العراقي صراحه. انا اقول لك اياها انا طموحي اي صراحه انا اقول لك اياها انا طموحي يجب ان يرجع الكره العراقيه ترجع بقوه بالاتحاد الاسيوي. احنا ضعفاء جدا بالاتحاد الاسيوي، اخذ حقنا كثير من الاتحاد الاسيوي واخذوا حقنا بما يمتلكون بعض البلدان من قوه بالاتحاد الاسيوي. يجب ان يرجع العراق الى وضعه الطبيعي بالاتحاد الاسيوي صراحه. انا اقول لك اياها انا هذا طموحي. اكو بعض الناس ان عبالهم طموحي انه يراس الاتحاد فقط، راس الاتحاد سهله بالنسبه لي انا احسه سهله. داخل العراق اكو ناس كثيره يعني تقدر ترغب بيك انك تجي وتصير رئيس اتحاد، لكن انا طموحي ابعد من هذا الشيء صراحه. انا اقول لك اياها يمكن انا هي اول مره احكيها. يجب للعراق ان يكون له صوت قوي بالاتحاد الاسيوي، يجب لان احنا من البلدان اللي لها تاريخ بكره القدم العراقيه الاسيويه، يجب ان يكون لنا صوت قوي بالاتحاد الاسيوي. يعني احنا ما نضل فقط اعتقد عندنا الدكتور شامل كامل اللي موجود هناك ونرتكز عليه صح. لكن مو ذيك القوه، احنا نريد قوه انها يكون مثل ما صوت. كانت في السابق كان عندنا رجال، وانا كنت اتمنى حسين سعيد ابو عمر انه يكون له منصب بالقرار هناك حتى يكون داعم للمنتخب للرياضه. من الممكن عودته ايضا، من الممكن ان شاء الله. انا هذا طموح، انا عندي علاقات كثيره بالخليج، نقدر نضغط بهذا الاتجاه ونرشح لنا شخصيه انه تكون بالاتحاد الاسيوي. ما اعتقد المنتخب الاتحاد البحريني اقوى منه حتى يكون رئيس الاتحاد الاسيوي البحريني. نعم هناك هوايه امور تدخل كثير من المقاومات. نعم انا اعتقد الحكومه العراقيه اذا صارت هيك امور بالمجال الانتخابي بالاسيوي اعتقد الحكومه العراقيه راح تتدخل بهالموضوع، لان احنا مو مصدين الحكومه العراقيه شنو اللي نحتاجه. نعم اذا كانت هناك اذا التقصير من الداخل، طبعا من الداخل طبعا يحتاج لنا. والدعم شلون يصير؟ اكيد راح يدخل بدعم حكومي وبعض العلاقات، احنا علاقات عندنا موجوده، لكن مدى نستغل هذا الموضوع؟ يمكن مدى نضع الشخص المناسب في المكان المناسب. احنا ما نقدر نقول هيك يعني صراحه. ليش مش يعني ما نقدر نقول هيك، لكن احنا شوي ظروفنا صعبه. نعم لكن انا بالنسبه لي عندي طموح اني احارب هاي الظروف، احارب هاي الظروف، ما عندي مشكلة أنا بهذا الموضوع. أنا حارب الظروف بكل الطرق، ما استسلم لها. عندنا إحنا من الإمكانيات اللي تقدر تقود، ليش بس منحصرين على نفسنا؟ قطر كل القيادات هي رياضية، لاعبين ونجومنا بالبحرين بالإمارات حتى في أوروبا يعني دكتور تعرف أوروبا هواية عندنا صح صح. إحنا نقدر نقود، ليش باقيين بس مكتمين على نفسنا؟ نقدر ننفتح الاتحاد الاسيوي. ممكن الواقع احنا لحد الان انا اللي اذاني في فتره من فترات
انه لحد الان حكم ما عندنا يحكم في اسيا. صح، هاي مشكله ترى. صحيح. يعني ليش؟ لو اكو دعم اكو قوه اكيد نحكم. نشوف السعوديين الاماراتيين القطريين حاضرين دائما، مو احسن من حكامنا صراحه. انا اقول لك اياها، انا معاشرهم كلهم، لكن احنا شوي ما عندنا قوه، احنا بدنا ندفع فقط ملتهين بالامور الداخليه. نعم. الانتخابات الداخليه، ليش ما نبعد اكثر من هذا؟ ليش ما نصير انا وياك ضد الغير؟ طيب. ليش انا وياك نصير اي نعم عداوه؟ يعني طيب. انا دا اشوفه يعني صراحه. أكيد. يعني حتى في الانديه دا اشوفه. نعم. يعني المفروض ككاتب يصير ضد الغير. نعم. مو مثل يقول انا وابن عمي على الغريب. صحيح صحيح، احنا ما عندنا هاي الطريقه. طيب احنا يمكن الظروف غير مهيئه، لذلك جعلت كثير من الناس تدخل او تتسلل الى اماكن هي غير كفؤه لها، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه دائما ما يعني يؤاخذ على يونس تسرعه احيانا في التعامل مع الاعلام. انا بالنسبه سابقا صحيح سابق. انا وياك سابقا، لكن انا هاي السنتين نعم بعض الامور تصير دكتور، يعني كثير من الامور صارت وكلها مو صحيحه كلها. انا تمنيت اكثر من مره اقول اي واحد عنده شغله عليه كاعلامي انه يجيب لي دليل، ما يصير حكي والله واحد قال سمعت، ترى هذا مو أكيد. مو حق يعني شيء واقعي. ليش يقول لك يريد جرم ملموس؟ نعم. صار ليش قد بالمنتخب؟ ايش قد قالوا يونس هو يبدل هو يجيب وهاي؟ ولحد الان يونس بالمنتخب هذا الحكي ماكو، ويحكون يروحون يطلعون يجي غيرهم، فهذا مو واقع. نعم. هذا يسموه يعني ما اريد اسميه تسميه مو حلوه، لكن اعتقد هذا مو صحيح الحكي كله. مو صحيح. ابدا، ولحد الان انت تشوفه هاي بالنسبه لي اعرف مو صحيح، لكن يعني احنا قاعد نتكلم امام ملء، امام ملء مشاهدين يسمعون الان قائد المنتخب لا علاقه له، لانه احنا نعرف والله اول انه المدرب قص صار لي. نعم. عمري ما قلت لهم جيبوا لاعب وبدلوا لاعب. طيب. ما ادري الاعلام هو يطلع علي. لكن دورك كقائد المفروض يعني انت لك جزء، لك جزء ما بيها شيء، لكن القرار الاخير المدرب. هسه انا اول البارحه كان عندنا مباراه مع نادي نفط الوسط. نعم. وكان كرار يمي بالغرفه. نعم. قاعدين انا وياه والولد. وهم جبنا طاري هاي مال التبديل مال كرار، ايش قصة صارت؟ مو سبع سنوات يحشون يونس هو ما يحب كرار وهذا، ودا نضحك يعني دا نضحك، كرار يقول يابا نقول لهم ما يصدقون، يعني ما يريد يصدقون. تعتقد انه مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير مثلا في اثاره بعض الامور اللي من الممكن انه هي غير مجديه او ما لها اساس من الصحه؟ ممكن. دكتور انا بالنسبه لي انا عندي كاريزما او عندي نوع من الشخصيه. نعم. اني انا اقدر اقود، انا ما اسمع يعني مع احترامي دكتور موفق شخصيه محترمه وهذا يقول لي نصيحه. نعم. ان فادتني اخذها، واذا شفتها ما تفيدني ما اخذها. احنا اكو شخص ينطيك معلومه يمكن صحيحه. نعم. او معلومه يمكن يريد يوديك بطريق ثاني. نعم. لكن من يجيني الشخص يقول لي يونس ترى هذا الجلاس مو صحيح قدامك، خليه على صفحه. اسمعها خليه على صفحه. عندما تقتنع انه هذا مو صحيح. انا لا مرات صحيح طبعا لازم اشوف المعلومه نفسها. قناعه توصل القناعه انه هذا مو صحيح. لكن شو الفائده اذا انا يعني احب اجامل واحب اسوي؟ هاي غلط. ماكو مجامله على مصلحه البلد او مصلحه منتخب او مصلحه، ماكو مجامله. جاملنا كثير احنا بالفتره الماضيه، هواي صارت مجاملات. ويمكن كل هاي السلبيات والمشاكل اللي تصير جاملت على حساب نفسك لو على حساب منتخب لو على حساب شخوص معينه؟ عمري ما جاملت ولا اجامل، ما جاملت يعني ابدا ولا اجامل. يعني حتى يعني قبل يومين المباراه اللي راحت مع النفط. نعم. جمهور الطلبة يحبوني يعني شو اقول لهم يسوون؟ نعم. اجوا كانوا يحجون ويعاتبون، وقفتهم قلت لهم ما لكم دخل، ما زال اداء جيد، توفيق بيد رب العالمين. نعم. فعلا يعني احنا مسيطرين على المباراة، فانا ما اجامل يعني لو غيري يقول لك جمهور وهاي إيه خلص ضد الادارة وضد المدرب، تعرفك وبعض الشخص الناس يحبونها. صح. لا انا اشتغل كمجموع ككيان احنا نمشي به. نعم. ككيان منتخب نفس الشيء، منتخب كيان من رئيس الاتحاد من رئيس الوفد لحد الاداريين احنا كيان، ما يصير واحد يطلع نشاز يقول انا مالي دخل، ماكو مالك دخل، الكل سويه. احنا ما عندنا هاي الشغله. نعم. احنا عندنا اكو من يطلع يبرى نفسه، خلي اي واحد يقع بيها يعني عادي ما عنده مشكله، مع العلم انه صديقه وزميله وهذا. نعم. او رئيس وفد ماله
او حتى اداري ذكر صارت فتره من على الاداريين من رجع سوى مشكله صح. هذا غلط. انا بالنسبه لي عندي الشخصيه ان اتحمل المسؤوليه كامله، والحد الان من منتخب العراق اكثر واحد يتحمل المسؤوليه، صح لو لا؟ نعم. يحتاج لنا هالشيء، يحتاج واحد انه يكون القرار من يتخذه يتخذه قرار من ارادته وليس اراده الغير. وهذا افضل شيء، افضل شيء عندما تتخذ قرار انت تكون مسؤول به وعن قناعه. الحقيقه اسئله رسائل كثيره حول يونس محمود، حول امور اخرى. احنا راح نتوقف شويه استطلاع حول يونس محمود، بعدها نعود نقرا كم سؤال من الاسئله المهمه ونواصل حديثنا. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع هذا الاستطلاع. يمتلك الكثير وإمكان التسجيل من أنصاف الفرص، من الكرات الثابتة، من الكرات المتحركة الهوائية. ممكن أن يكون رقم صعب في المرحلة المقبلة. إذا أكو بديل إليه مو مشكلة يونس يطلع، لكن اللاعب لحد الآن دي يقدم عطاء ودي يسجل أهداف، ودليل أنه هو هداف النادي الطلبة وهداف المنتخب الوطني. شنو المشكلة إذا يبقى سواء كبير أو صغير؟ لذلك هو يقدم جيد. فأنا أتوقع يونس محمود بقاء بالمنتخب هو وسيلة لتحقيق النجاح. وجود المهاجم يونس محمود مع المنتخب الوطني ضرورة ملحة في الوقت الحاضر حاليا، نظرا للخبرة المتراكمة التي أصبح يتمتع بها مهاجمنا يونس. لكن أنا في رأيي المتواضع أعتقد أنه إشراك يونس كبديل في الشوط الثاني اعتقد يكون انسب وافضل للفريق العراقي كمستوى فني، من اجل منح فرصه للاعبين المهاجمين الشباب مثل مهند عبد الرحيم او مروان او جيسن. شكرا لزملائنا واساتذتنا الاعزاء. بس ابو ذنون كابتن يونس علق على استاذ حسين قال زين اذا ما يسجل شلون بالاخير. عموما نرجع اقرا لك حقيقه كثير من الاسئله هي، لكن راح اختار اسئله معينه. مع العلم الكل حملوني امانه انه تحيه والسلام، من ضمنهم مصطفى كامل حقيقه من امريكا قال تحياتنا تبلغ تحياتنا باسم الجاليه العراقيه بامريكا. محمد البراجي، جعفر حسن قال دكتور تحية لك وضيفك، هل صحيح انه قرر الاعتزال في 29/3/2016؟ هذا ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ان نجي، عندك صفحة على الفيسبوك؟ صفحة باسمك؟ لا لا، منتدى عندي. منتدى؟ منتدى يعني. انا اللي اعرفه مثلا على الانستغرام عندك. انستغرام والفيسبوك بس منتدى. تويتر؟ تويتر عندي. عندك. لكن بس فيسبوك مو هالقدر العراقيين يتداولوا. لا صحيح. فيسبوك عندك؟ عندك. مو خاص عندي، مو خاص، عام عام منتدى يديره. انا ديره. انت تديره. طيب مدى صحة مدى صحة ما نشر على مواقع يعني 29/3 باسبوع ثلاث دعايات طلعت عليه؟ هم انت غير صحيح. لا لا، هو شوف دكتور انت تعرف انت رياضي يعني، القرار ما يجي انك تتأخر بهيج وقت. طبعا اكيد، واحنا ما نعرف باكر شنو اللي احتمال باكر اعتزل. طبعا تحية لك من كابتن كاظم فليح مدرب شباب القوة الجوية، ويقول الوفاء متجسد في يونس محمود ويستحق كل شيء. أحمد سلام أيضا، محمد شاكر، أبو أسد يقول إن شاء الله تصعد بالمنتخب الوطني لكأس العالم. يا أسطورة لن تتكرر في الملاعب العراقية. يعني اسمحوا لي لأن هذا حق الجمهور أيضا، واليوم حلقة استثنائية. يقول محمد الفريجي يقول أتمنى تطرح عليه سؤال عن رأيه بعمل إدارة الطلبة، وهل هو مع قانون الأندية الجديد أم ضده؟ جاوب. مع الولايتين؟ إيه، هو مو ولايتين، قانون أندية جديد راح يدخل بلوائح، يجوز أنت ما مطلع عليه. هاي اللوائح ما مطلع، لكنه من ضمنها إنه الولاية لرئيس النادي لولايتين، لولايتين، والشهادة هي الأساس. اللي عنده بكالوريوس هو اللي ممكن يرشح للمناصب، وحتى الاعضاء حسب معلوماتي الاخيره. ويوم غد ان شاء الله مؤتمر صحفي تعقده وزاره الشباب لاعلان اللوائح، ويقول رايه بعمل اداره الطلبه الحاليه. طبعا انا بالنسبه من وجهه نظر انا بالنسبه لي ما عندي احتكاك قوي بالاداره ومواردها وشلون يجيبون الفلوس. نعم. انا اعرفها من وزاره التعليم العالي. لكن اعتقد الناس يشتغلون يعني. تعرف انت نفس اللاعبين، انا حتى مره لاعبين منتخب حكيت عليهم يعني، قلت لهم انتم شنو شو كل سنه
نادي يعني مدى تستغربون يعني انا حتى بوقتها على كاظم خابرته قلت لك الاعلام ما يصير الانديه تجيب لاعب سنه يلعب لها ورا سنه يروح حتى لو كان جايب له دوري ما يصير يعني واحد من عندهم قاعد قبالنا اللي هو طبعا من المشاهدين الكرام طبعا ايضا ضيف عزيز جالس معنا بالاستوديو لكنه خلف الكواليس اللي هو اللاعب الدولي نقول السابق سامر سعيد لاعب نادي الطلبه ايضا اللي هو يعني اللي متجدد انا ما اعرف حقيقه خلينا اسالك ليش سامر ليش مو سامال سامال موقع بنادي القوى الجويه وصعب لا لا مو يوقع لا ليش دائما مرافق سامر ها لا مو سامر كان وياي بقطر بقى وياي هناك و 24 ساعه سوينا باقي له ابيض ذبحني بيه طيب المهم لا علاقتي بيه قديمه سامر انت الان يعني عمل اداره الطلبه بعيد عنه لا انا مالي دخل بيه بس انا صراحه انا دا اشوف ان الناس يشتغلون بس تعرف انت الموارد مو بكل مكان لا نعم عندهم اخطاء اداره الطلبه ماكو واحد كله صح اكيد عنده اخطاء لكن انا ما متدخل يعني بالتفاصيل الداخليه تعرف انا اللي فقط اني احب اخدم الفريق واخدم الجماهير يعني الناس الجماهير تعرف الجماهير صح هي محبه للنادي ويجون بكل وقت وياهم وايضا اللاعبين الشباب الان نادي الطلبه الميزه الحلوه به انه انت ل 25 لاعب شاب يعني لاعبين شباب شفتهم كلهم صغار يعني ما عدا محمد و يمكن اسامه بوقتها كان موجود الباقي كلهم شباب وهذا شيء طيب سامر شاب لو شايب سامر شايب متجدد لا شاب ما شاء الله عليه يعني أكيد. كان له دور كبير بالشوط الثاني طبعا حتى مباراه النفط بس التوفيق ما حالفهم اتمنى يعني من رب العالمين ان يكون هناك تفاهم على هذا الموضوع بين الجماهير اللي هناك اكو شرق بين الجماهير واداره الطلبه وبدي احاول والله صراحه اني اقرب وجهه النظر لان مو من مصلحه الفريق خاصه انا كلاعب ماكو مو من مصلحه الفريق انه يكون مشاكل بين الاداره وبين الجماهير اللي تعرف هذا النادي اللي يحب النادي يجي يخدم النادي وليس يخدم شخص انا مو دفاعا عن علاء ودفاعا عن الجماهير المشكله بيناتهم اثنينهم يعني اثنينهم يتحملوها الجماهير واداره الطلبه واللي واقع بها هو الفريق وهاي المشكله اكيد مشكله لكن مال القانون وزاره الشباب انا بس عندي ملاحظه واحده عليهم بهذا الموضوع احنا نص لاعبين المنتخب العراقي ما يمكن تكون شهاده والكل يعرف بها حتى الجيل السابق يعني يمكن بس جيلكم لان جيلكم كان حتى اللي قبلنا بالعكس اللي قبلكم لا كان موجود يعني ما عندهم شهادات بس جيلكم تقريبا يعني اكثريتهم كانوا جيل التسعينات يعني طلبه وهذا وعندهم شهادات لكن احنا جيلنا بعد يعني من صارت اعتقد بالتسعينات فوق التسعينات صعدت اعتقد اكثريتها ما عندها شهادات ما شفنا هسه اذا طلع شهاده يعني انت مثلا اللاعب خدم المنتخب وخدم الرياضه انه يجي قانون يكسره يحكمه ما يقدر انه يحصل موقف زين اوكي تقدر تسوي يعني مره طلعت مع شخصيه مهمه ايضا في قانون الانتخابات والتقيت بيه وحكيت وياه بهذا الموضوع وانا اعرف حتى بعض الفقرات انطوني اياها انه قالوا انه من الممكن انه يخلون صاحب الانجاز موجود الان خلوه صاحب الانجاز هو هذا قالها وقاريه وعالميه وحتى الى مراكز يعني ممكن الى المركز السادس اذا ما اخذ محصل مثلا الاولمبيه المركز السادس مركز السابع ممكن تدخل هي هي هاي لان هاي يعني تنطي حق بتعرف احنا بعض اللاعبين يعني واحد اكيد لا مو بس لعبه كره القدم لعبات اخرى اللعبات الفرديه يعني الفرديه طيب اسئله كثيره ايضا من ضمنها حقيقه سؤال من الاخ مصطفى كامل يقول هل هناك فكره لدى الكابتن يونس محمود بان ينشئ ويؤسس مدرسة كروية على غرار أكاديمية إسباير للاستفادة من خبرات اللاعبين الدوليين والمساهمة في بناء استراتيجية كروية على أسس علمية وبرامج متطورة شكرا للأخ مصطفى أنا عندي واحد متخرج موجود بنادي الطلبة واستدعوه منتخبه يعني عندك مدرسة كروية مدرسة بس لا بس مدرسة كروية على قد المنطقة يعني تعرف عندك فكرة تنشئ مدرسة اي عندي موجودة وين هنا لو كركو لا منطقتي يعني اساسياتها موجوده بس تعرف احنا شوي عندنا الروتين الحكومي يعني عندك بعض يعني مثلا الملعب تابع لوزاره الكهرباء
ركت اجره ما قدرت، لان منطقتي شويه متنازعه عليها يعني عندنا هاي المشاكل، لان تقدر ما تقدر تسوي ترتب لهم او تعدل لهم الملعب او تجيب لهم سيارات توديهم وتجيبهم وانت ما مسيطر على الملعب، يعني باي لحظه يقول لك اطلع من الملعب. لكن المشكله شنو، كل ابنائهم يمي بالمدرسه، كلهم اطفال عندنا لحد ال 12 سنة اعتقد. نعم. يعني تدريب مدربين، سامر فخور يقود المدرسة، والواحد منهم اللي موجود هسه سعد جاسم اللي يلعب نادي الطلبة، هاي جبته بنادي الطلبة ماكو. نعم. شفت هذا اللاعب؟ وهسه استدعوه منتخب شباب اعتقد، بس ما لحق عليه منتخب شباب ما ادري اولمبي. عندنا لاعبين امكانيات، لكن تعرف مرات يصير سبب هذا الموضوع. نعم. عندي اكثر من لاعب ان شاء الله، بس شوية يعني يشدون حيلهم ان شاء الله اسوقهم البغداد يعني اجي ان شاء الله. يعني حقيقه هذا اللاعب اللي ذكرته شفته، ويعني كانت نظرتك صائبه حوله، كثير اسئله، واحده من عندهم حقيقه يعني شخص حملني امانه انه اقرا السؤال، اللي هو علي ابو روج يقول يعني في تصريح سابق يعني انا حقيقه ما ادري لكنه حملني امانه. حياك اولا، يقول ردك حول ما قال مدرب منتخبنا الاولمبي عبد الغني شهد، تحياتنا له طبعا، بانه يونس محمود يدير موقع المعرض الكره العراقيه، انا اللي اعرفه محمد الراوي صديقنا وزميلنا، لغرض محاربه لاعبين منتخب الاولمبي. انا ارد عليك يعني مع احترامي، رغم انه احتاج ارد على الموضوع. انا دكتور بالبدايه انا ما عرفت الموضوع. نعم. انا اتصل بي شخص يعني بطريقة استفزازية، يعني حكى ويا شخص مو رياضي أصلا، خارج الرياضة، وحكى كلام. نعم. لكن مثل ما يقولون تحملته. بعدين خابرت الكابتن غني، قلت له كابتن ترى كويش موضوع، ترى هذا الموضوع مو صحيح، أنا انطيت نصيحة، بس الظاهر النصيحة إلى وقت ما ترد. إيه هاي مشكلة. والله مشكلة. أنا يعني مشكلة دائما بي. لكن بعدين دزول اللقاء مع الكابتن غني، لا يعني كابتن حكي على ايواني يعني ما انا احب الكابتن غني، يعني حتى الكلام اللي صار يعني شوية اثر بي، مع العلم انا ما شاف اللقاء، انا حكي لي اياه. لكن الموضوع كله الموضوع اني اعطيت نصيحة لشخص، الموضوع اجى علي انقلب بالضبط. انقلب بالضبط والله، وانطيت نصيحة لواحد قبله وراح، وهسه صار له سنة ونص بعيد عن المنتخب، انطيته نصيحة قلت له لسه وهاي الخطوة ترى راح تبتعد عن المنتخب. انا اعرف. دكتور احنا من خلال معايشتك ويعني رؤيتك للواقع وتلامس الواقع، اعطيته نصيحة واقعية. تعرف منو؟ انا شوي يعني مو من النوع اللي اغبي. بشار رسن اجى ويانا، هو لاعب اساسي. يعني بس خطية صابته اصابة. فبشار استدعوه للشباب اعتقد، منتخب شباب. فقلت له بشار اخذ نصيحة مني، قال لي شنو كابتن؟ قلت له لا تروح شباب. قال لي ليش؟ قلت له انت لاعب منتخب، ليش صار منتخب بعد هاي هي يعني تشيت توب اللي بالعراق انت وصلته، لا تنزل للشباب حتى يظل اسمك لاعب منتخب. تعرف دكتور انت لاعب منتخب تداول. نعم صح. منتخب شباب خليك من هسه، يعني تدري شلون دكتور؟ هسه انا من افكر ويا نفسي من عادل الانجازات مالتي، انا من جيت لعبت قبل وطني. صح. يعني في الانجازات مالتي يعني بدي اسويها الانجازات، لان انا اكثر فتره لعبت في المنتخب، انا بدي اعطيه نصيحه انه يبقى بالمنتخب حتى يحطم اكثر ارقام. تعرف هذا حق مشروع، وانا احب الخير للولد. نعم. جماعتنا، وبشار لاعب امكانيه. ما سمع بالنصيحه راح ابتعد عن المنتخب، صار له قد ابتعد عن المنتخب. نعم. لان تعرف اكو من يشغل مكانه يجي. هو في المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي زين، راح يروح اولمبي بعد ايش قد يحتاج لانه يتابع المنتخب، مو تعرف كل مدرب ورؤيته. أكيد. بس انت لو باقي منتخب وطني تبقى قدامه. نفس انطيت النصيحه لمهند عبد الرحيم. مهند قلت له مهند انت مهاجم وياي، مهاجم منتخب واسمك بالزوره، اسمك قوي. نعم. ابقى بالمنتخب، ليش تروح اولمبي؟ خلي اسمك لاعب منتخب، لا ترجع الاولمبي. وانت تتكلم عفوا لا من الرسائل تجينا كلها صارت ضدي، يقولون يونس ما يريد مهند يلعب بالاولمبي، واحنا شو اللي دخل بالاولمبي؟ انا لا مدرب، بس انا مهند احبه يعني الكل يعرفون بيه، هسه لاعب حكيم امكانيه، ابقى بالمنتخب حتى تحصل الفرصه تاخذها تمشي. يعني هو شلون يمشي المهاجم؟ المهاجم من يسجل يمشي بالمنتخب. صح. لكن من ترجع اولمبي يعني بصراحه قلت له احتمال يجي يعني شخص ثاني ياخذ الفراغ، يعني تعرف اللي صار يصير فراغ. هسه المدرب من يجي منتخب وطني منو مهاجم؟ يونس وعلى عبد الزهره. نعم. وجوستن ميران، ثلاثه، فاكيد راح يجيب اثنين النوب. صح. اذا هو كان مشغول بالاولمبي راح يجي منو؟
راح يجي ثاني. يعني نصيحه الا انطيته لان قلت له انت امكانيه خامه انك تمشي بالمنتخب العراقي يعني تاخذ الهجوم، صارت ضدي. راح قال الغني شهد انه قالوا لي لا تروح اولمبي يونس، وهذا غني شهد راح شاف غير شغله واحد عنده موقع هذا. شوفوا هذا انا يونس محمود ما محتاج موقع، يعني انا يونس محمود انا اكثر القنوات اللي تمت عليه تقريبا قنوات العراق الاساسيه تمت عليه. واحده من الامور حقيقه اللي بعثها اخ زيد يقول اتمنى من كابتن يونس يبتعد عن التصريحات، لانه كثير دي يستغلون تصريحاته وطيبته المتناهيه بالتصريح، ويقول اتمنى يعني انه امانه بعناقكم توصل ليونس انه يحتضر اخوان اللاعبين وينصحهم ويشجعهم، وفرصه كبيره انه يرد على المشككين. الاخ حسن انا ما اقدر يعني حقيقه انا عندي اسئله كثيره. الاخ حسن من بعقوبه حسن الطائي ايضا سلامه وتحياته، الله اكبر ما شاء الله. واحد يقول مرتضى الخفاج يقول ان شاء الله اريدك رئيس اتحاد، ايش وقت يتزوج ونشوف اطفاله من بسام محمود. عموما تحياتي لك دكتور وفريق العمل، صديقنا عامر العنبقي ضيفك كابتن يونس. اعتقد الكابتن يونس أدى الكثير وهذا لا ينكر، الآن هو في عمر شارف على الاعتزال وهذا شيء يحسب إليه. ما أريد قوله بأن الكابتن يمكن أن يقدم الأشهر القادمة بل حتى لسنة، لكن حينما يرحل سوف ينكسر المنتخب، لذا عليه أن يلعب مع مهاجم آخر في المنتخب. هاي شغلة المدرب والتكتيك مش مرة أقول لهم دكتور، أو كل لاعب شوط حتى نطمئن على خط هجومنا ولا يتدمر خط الوسط مثل بعد رحيل قصي نشأت الجيل الذهبي. أمانة عليك دكتور توصل لي سلام اليونس. هاي الأخ محمد الحموداني آسف حقيقة، أنا راح أشوفك أيضا اليوم. التقينا بالكابتن أيوب أديشو بعد التدريب، أيضا قدم لك نصيحة أو كلام أنا حبك تسمعه. لذلك مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع عن ماذا تحدث الكابتن أيوب أديشو. يونس محمود عدى الكثير قدمه، عدى الكثير قدمه يعني، لكن يعني تدري يعني هو حسب يعني قابليته، يعني هل هو اكتفى بالعمل اللي قام به تبقى عنده، هذا واحد. الشيء الاخر يعني العمل التدريبي بالنسبه اني كمدرب اتمنى انه هو عدى القابليه يعني اكثر من ممكن السنه القادمه ممكن عدى عطاء اكثر. تدري يونس يحتاج له فقط يعني يونس بس التزام مع نفسه قبل مع يعني التزام، يعني اعتقد العمل التدريبي يحتاج الى التزام حتى يطلع. ويونس عدى القابليه يعطيك بشكل كبير. اولا يعني اعتقد يونس يعني داخله يعني اعتقد نضيف جدا، عطاء كبير، محب لبلده، محب لعمله، يعني فقط يحتاج فقط انه يكون هو كشخصيا هل انه عدى القابليه يعني ما نقول انه للتطور، لا يعني يونس انه وصل مرحله كل الامور اللي يعني كلاعب محترف كلاعب يعني اعتقد حقق انجازات كثيره، لكن هو مع نفسه انه هل انه يقدر انه يعطي، انا يعني باعتقادي انه يقدر انه يعطي الكثير يونس لبلده ولنادي. اعتقد انه يعني بحياته الخاصه يعني اعتقد يعني هو يعني تدري احنا اغلبنا يعني يعني اغلب الكره العربيه، ممكن انا اتكلم لك عن الكره العراقيه، يعني تدري تتاثر بكثير من الامور يعني الامور الحياتيه، يعني اعتقد هو جزء من هاي الحياه اللي يعيشها الشعب او البلد او داخل يعني محيط القريب من عده. اعتقد يونس بس يحتاج لانه هذه السنة الأخيرة أو السنة اللي القادمة يعني هو حسب اللي يعني اطرح لي هذه الفكرة أنه ممكن يعتزل ممكن يترك الكرة، أنا أعتقد أنه هو يحتاج لبعد سنة لخ يعني ممكن يقدم يعني اللي 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 محتاجيه، يعني إذا كلاعب بمنتخب أو كلاعب بالنادي. أتمنى أنه فقط يلتزم بأمور يعني التدريبية يعني فقط جدا، يعني هذه جدا سهلة أعتقد، مو بس عني ممكن كثير من المدربين يعطون، لكن تدري اعتقد بعض الاحيان امور ما تساعده، ممكن احنا نساعده في كثير من الامور. يعني يعني ما اريد اتكلم عن اخوتي بالمدربين من المنتخب الوطني او بالنادي، يعني ممكن نساعده حتى يمكن يطلع من يعني الامر اللي هو به، يعني حتى يكون يعني
هو قدوة لكل اللاعبين أعتقد، وعطاء كبير، ونتمنى أنه يكون يعني للمستقبل يعني إذا بالعمل الإداري أو العمل الفني. شكرا جزيلا للكابتن أيوب أوديشو. أنا راح يعني حقيقة أتخذ ما تحدث به الكابتن أيوب أوديشو لأسأل سؤال. أنت عميد اللاعبين العراقيين باللعبات الدولية، أوكي، الآن أنت تتصدر قائمة اللاعبين العراقيين اللي تجاوزت مبارياتهم 100، اللي هم نشأت وعماد محمد وخوار وعلي حسين الرحيمة ومهدي كريم. أنا راح أسألك، قال كابتن أيوب قال ممكن السنة والسنة القادمة، عندك رقم معين أنت ببالك تحب توصله؟ لا والله ما رقم معين، حسب عطائك يعني. حسب عطائي بالنسبة لي وجهة نظري، نعم، وجهة نظري أن المنتخب محتاجني. أنا أحس أن المنتخب محتاجني في هاي الفترة، لأن المنتخب دا يمر بظروف أكثر الناس ما يعرفوها، بس أنا أعرفها. هناك ناس دا تتخبط، نعم، في أمور ثانية، وأنا اللي واقف بهذا الشيء. ومع العلم أنا كان هناك رأي إني أبتعد عن المنتخب، نعم، صار ضغوطات، لكن هناك ناس وفروا بهذا الموضوع وساعدوني به إنه ما خلوا هاي الفكرة تروح. أكو هناك هواية أمور، جزء من الكلام اللي تكلمنا به أنا وياك في وقت ما من اجتماعنا، وقلت لك لما نجينا ما طلبه تتحدث به للإعلام، قلت لي إياك أنت تتحدث به للإعلام، وقلت لك دكتور هاي الظروف اللي دا أمر بيها أنا، نعم، وأعرف بيها، وهاي كلها أمور يعني أنا من أجي أنا كشخص أحكي على لاعب شاب عمره 20 سنة. سامر قاعد بالكنترول طبعا، كان هنا راح للكنترول يقول سؤال، يقول قل له شلون قاعدك الصبح؟ لا قلبي، لا حتى أستاذ أيوب يعرف، لكن أنا شوية عندي ظروف صعبة، قلت له كابتن أيوب يعرف بيها، نقدر هذا الشيء، حتى إدارة الطلبة يعرفون بيها، شوية عندي بعض المشاكل في منطقتي. هذا يجب أن يعرفه الجمهور، لأنه حقيقة كثير من أيضا الأسئلة جفتي انه ليش ما يواظب على التدريبات، وانا اعرف اكو شيء عند العائله. اسالك سبب عدم مواظبتك على التدريبات. طبعا عندي بعض الامور يعني صايره في منطقتي، تعرف منطقتي على خط التماس، وهناك بعض المشاكل يعني دائما، وانا اهلي وعشيرتي وعمامي كلهم هناك، فدائما اكون متواجد هناك، احب يعني احتضنهم، اخاف يصير عليهم مشاكل، يعني تعرف بين حين أخرى سبية. لكن كابتن أيوب حكيت له عن الموضوع، مع العلم هو منزعج من الموضوع دائما يقول شو أسوي لك. أنا قلت له والله كابتن هاي ظروفي، فالرجال قدر هذا الشيء. نعم. لكن تعرف هو رجال هم يعني عنده مسؤولية، نعم، وهذا يعني من جيته هو وجودك أيضا ضروري حقا. ضروري. لكن أنا بهاي المباراة ضجت صراحة كثير، لأن بعض الأشخاص تجاوزوا على الكابتن، وهذا الشيء مو ما عجبني. مشكلة يعني. إنه مع احترامنا ل يعني أعزائنا جماهيرنا، يعني رجل مو بس كابتن أيوب، كثير من يعني الأسماء التدريبية والرجال اللي عندهم تاريخ سواء بالإنجاز كلاعب أو كمدرب، علينا أن نحترمه، هو بشر أيضا حتى إذا أخطأ، حتى إذا أخطأ يعني في قرار ما، في قرار ما يعني كلنا نخطأ. يعني أنا هسه مثلا كابتن أيوب سوي تشكيلة، أجي بيوم المباراة يونس مو زين، ما سجل، نعم، ذنب مو ذنب يعني الرجال. يعني هسه احنا مثلا عندنا عبودي هاي المباراتين مو بوضع الولد، نعم، يعني خلينا نجي نقول عبودي يلا احنا ما نريدك انت مو خوش نصالح، ما يصير، صح، نعطي فرصه. يعني احنا خطيه هسه عندنا مثلا سيف الحارس، نعم، من الضغط خطيه الولد حتى يخاف يعني شويه مرتش بالهدف. تعرف اداره الطلبه حاولت تبحث عن حارس ما لقت، احنا عندنا حراس بدلاء، لكن الكادر انطى ثقه لسيف، لكن الجمهور ما ينطي ثقه. جمهور دي يعني تعرف من برا من الصيح عليه وتغلط، وهاي مو حلوة. أنا واحدة من الناس أول مباراة أنا ريت أبطل، بس علامة خلاني من صار الضرب بين يعني جماهير الزوراء والطلبة بديش الصفحة بطلت، يعني قلت لهم ما توقع هيش يصير أمور. بعدين قالوا لي لا هاي أكو بعض الناس من دنسين وسووا هي الشغلة وهاي، فقلنا نحاول نصلح. حتى أبسط شيء بالدوري، فريق الطلبة الفريق الوحيد اللي بعد المباراة خاسر فايز يقفل نص السنتر يسلم على الحكام، ظاهرة حضارية جدا وهاي بس احنا نسويها، نعم، ومع الأسف يعني حتى المباراة الحكام عفونا وراحوا. يعني هاي لجنة الحكام من المفروض ماكو، احنا مو بغابة عايشين، حكم يقفل نص الساحة ينتظر الفريق يعني يطلعون يطلع هو. يعني انا هاي المباراة طلع الحكم وخلاني انا موقف فريقي بالسنتر، نعم،
موقف فريقي زين، انا شلون اعطي رساله للجماهير زين؟ اذا انا احييك حقيقه يعني اذا ما يساعدوني شلون انا اقدر اساعد؟ نعم احنا جمهور لاعبين الطلبه، حتى بوقتها احد اللاعبين اصدقائي قال لي كابتن هاي ما تصير يمنا. قلت له لا تصير، احنا نثقف بهذا الاتجاه. قلت له اذا انا وياك ما نسويها غيرنا ما راح يسويها، خلينا نسويها احنا، خلينا نشوف الجمهور، خلينا نساعد يعني حتى الجمهور يحس يقول لك انه اللاعبين اصدقاء، احنا متعاركين على هذا وذاك وهم اللاعبين بالليل سويه قاعدين يتعشون. صحيح. نفس بس انا البارحه انا وصالح وهذا ايش قد مو شقاليق وبوكسيات باللعب بس بالليل طلعنا تعشينا سويه. أكيد. قاعدين، فاحنا لازم نوصل رساله حلوه للجمهور انه الجماهير شجع فريقك، انت والجمهور الخصم، نعم من حقك تشجع بس لا تتجاوز على الخصم. فزت فزت، خسرت خسرت. هاي كرة قدم، فأنا هذا اللي أحب أوصله وأعتب على لجنة الحكام المفروض يعني يحسون بهذا الشيء إنه الحكم يبقى بنص السنتر. أنا فريقي أكثر من مباراة الزوراء، شفت الزوراء تعرف مباراة جماهيرية والجمهور طلع حزنان إنه ما أخذنا المباراة وخسرنا بها، بس فريقي وقف بالسنتر وأنا قلت الحيدر إيقف وقف فريقك سلمنا. هذه ترى بعض الحكام أيضا مشهود لك بها لأنه كان واحد من اللاعبين المحترفين أيضا غير موجود ناديته في سبيل حضوره. عموما أي صحيح نعم حضوره ويعني تصافحتوا الفريقين. الحقيقة الوقت يمضي سريعا، أنا عندي استطلاع آخر من ضمن حقيقة كلام للكابتن يونس عبد علي وجهه إليك راح نشوفه وأسألك بعده أيضا على ثلاث أسماء تدريبية وثلاث أسماء لمهاجمين راح نشوف رأيك. مشاهدين الكرام تعالوا معي لنتابع هذا الاستطلاع. أنا شخصيا أوصل معلومة لكل الرياضيين أنه ماذا سيحدث للمنتخب بعد خروج يونس. احنا لازم نفكر بهاي النقطة، هل المنتخب مهيئ البديل ليونس؟ لا يوجد بديل ليونس. وأكون صريح، يعني كل المهاجمين الآن في الدوري العراقي هم يعني شلون تشكيل يعني تحصيل حاصل نشوفه انه بالدوري ما متواجد او ما تارك بصمة او تارك حضور، انه صعوبة انهم انتشعر الهداف الدوري العراقي يمتلك 9 إلى 10 اهداف. فيونس محمود اعتقد بعد خروجه راح تكون عندنا مشكلة كلش كبيرة. لحد الان نتمنى ولادة مهاجم بحجم يونس محمود، لحد الان ما شفنا مهاجم، عندنا مهاجمين شباب وبيهم الخير والبركة، بس أنا حسب اعتقادي وحسب رأيي يعني هذا رأيي الشخصي إنه ما راح يجي مهاجم مثل يونس محمود لا حاليا ولا لاحقا. الجميع اتفق إنه من الضروري يكون مهاجم شاب مهاجم يخلف يونس محمود، لكن إلى الآن ما توجد مقومات لمهاجم بالإمكان أن يشغل رقم 10 في المنتخب العراقي غير يونس محمود. هذا كل هاي الأمور تؤدي إنه المهاجم العراقي هو أكيد يونس محمود. شكرا للكابتن يونس عبد علي ولزميلينا ارشد وعامر. انا حقيقه الوقت ادركني بسرعه، راح ناخذ ثلاث كارتات فقره الكارتات وبعدها ارجع لسؤال الكابتن يونس محمود. تعالوا معي اولا لنتابع الكارت الاحمر. نوجه كارت احمر للكابتن يونس محمود واقول له عليك ان تحافظ على ارثك الكبير الذي صنعته خلال الحقبة الماضية والتي امتدت على ما يقارب الاكثر من عقد، وحققت الكثير للكرة العراقية عبر قيادتك المنتخب الوطني، واستطعت ان تكون ابرز نجوم او ابطال اسيا للعام 2007 والحصول على كأس اسيا. اتمنى منك ان تحافظ على هذا الارث التاريخي وان تعلن مدة اعتزالك في اقرب فرصة. شكرا لزميلنا رحيم الدراجي من الكارت الاحمر الى الكارت الاصفر، ويونس محمود ديبستم طبعا راح يجاوب الى الكارت الاصفر. الكارت الاصفر اللي نوجه للكابتن يونس محمود هو مؤخرا بعد انضمام الفريق الطلبه الفتره الاخيره تغير كثير عن التدريبات وفتره الجلسه امتدت لوقت طويل، وهذا يؤثر على اللاعب بعمر يونس محمود. يونس محمود بحاجه الى التزام اكثر بالتدريبات، طبعا هذا هو يعرفه باعتبار انه يونس محمود لاعب لديه خبره كافيه حتى يميز الصالح عن الطالح.
شكرا لزميلنا ايضا ميتم الحسني، واعتقد جاوب هذا السؤال قبل قليل قبل ما نطلع بفقرة الاستطلاع والكارتات. اخيرا الكارت الابيض. كارت ابيض للاعب نادي الطلبة وكابتن المنتخب الوطني بكرة القدم يونس محمود، لان هذا اللاعب لا زال يقدم عطاء سرا في معظم المباريات التي يخوضها. شكرا لأستاذنا محمد إبراهيم. على أي فقرة تحب تجاوب؟ على فقرة اعتزال يونس سيسبب مشكلة في الاستطلاع اتفقوا عليه الكابتن يونس والزميلين عامر وأرشد، أم على الزميل رحيم الدراجي أنه على يونس أن يختار الوقت المناسب للاعتزال للمحافظة على إرث المليء بالعطاء والإنجاز؟ نيسر أنت يعني أنا خلي يجيب لي مهاجم يعني يقود هجوم المنتخب العراقي بجدارة، أنا باكر أبطل يعني. أنا ما قلت شيء، أنا قلت خلي يظهر مهاجم وأنا أبطل. إحنا عندنا مهاجمين تمام، بس مو مهاجم يعني مثل ما يقولون خلي يبطل يونس هو يطلع المهاجم، ماكو شيء منطق. اذا هو يتفق واني اتفق انه مع ما ذهب الى يعني ارشد وعامر وايضا الكابتن القدير يونس عبد علي، راح اسالك اكو مواد المهاجم جديد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، هاي بشاره يعني للكل. عموما راح اسالك يعني في الجزء الاخير عن اسماء مهاجمين واسماء مدربين مهاجمين سابقين. اولهم نبدي بالكابتن حسين سعيد، ماذا يمثل لك حسين سعيد؟ حسين سعيد مثل وقدوة إلى يونس محمود. أحمد راضي، أحمد راضي من النجوم المحبوبين بالعراق، وأبو هي أحبه هواية يعني. تحبه هواية نجم، هو أيضا أكيد يعتز بك ويحبك. أسأل عن علاء كاظم، علاء كاظم الزميل والصديق يعني اللاعب اللي لعبت معه وأيضا الآن الإداري، الاثنين أريده. طبعا علاء كلاعب خدمني كثير علاء في وقته، كان ضغوطات كلها على براس علاء وأنا كنت مرتاح بيها يعني، بس الإصابة شوية أثرت عليه. كإداري صراحة أنا ما عندي بالعمل الإداري يعني مداخل وياهم يعني أعرف شنو. من خلال متابعتك لنادي يعني أكو كلام كثير، لكن تعرف أنت في الظروف يعني زين إنه يشتغلون. طيب أسألك عن لازم يصحح علاقته ويا الجماهير، لازم يرجع العلاقة ويا الجماهير. علاء كاظم نعم، لأن قوة النادي هي بالعلاقة القوية بين الجماهير والإدارة. طيب أنا أيضا من خلالك أحيي الأصدقاء عمر عبد الكريم العبوسي اللي حقيقة أرسل لنا موجز للمساتك خلال مباراة نفط الوسط. أنا أقدم لك الشكر نيابة عن يونس وراح أنتهيها أيضا بعد أشوفه. مرتضى أحمد أيضا وحسن الطائي ومحمد العبادي، أنا آسف ما أقدر يعني الوقت أدركني ما أقدر أقراها، وأيضا زميلنا الصحفي أحمد عبد الكريم. تعتقد أنه المنتخب الآن أو لاعبي المنتخب يعانون من ضغط نفسي وجماهيري في هذه الفترة تحديدا، خصوصا أنه أمامنا مباراتين حاسمتين؟ أعتقد الآن لا، الآن أكثر حتى الاتحاد وحتى الإعلام العراقي عرب الموضوع، أعتقد بعض الأمور كشفت أمامهم. الآن المنتخب العراقي يجب أن يكون للأصلح، الأصلح أنه يلعب، الأصلح أنه يكون متواجد بالمنتخب العراقي، هذا ضرورة. نعوف المجاملات، نعوف المكاسب الشخصية، هاي ما تفيد، لا تفيد أحد ولا تخدم أحد. نعم. المنتخب العراقي ماشي بأقدام بخطوات واثقة، وإن شاء الله في إيران راح يكون هناك الفرح بالتأهل للمجموعات إن شاء الله. أخيرا أسألك عن ثلاث أسماء تدريبية، نبدأها بالأكبر سنا اللي هو الكابتن أكرم سلمان. من المدربين الجيدين، لكن بعض اللاعبين ظلموه كثير وحشوا. ظلموه لو خذلوه؟ خذلوه ظلموه، خذلوه وظلموه، وظلموه. يحيى علوان، يحيى علوان بعض الناس تجاوزت عليه وشدوا حملات عليه، وهو إنسان تربوي طيب القلب وإنسان يحب يخدم بلده، لكن أعتقد
بعض الاشخاص ضغطوا عليه كثير، والرجال ماشي الان بالطريق الصحيح رغم هاي الصعوبات، لكن اعتقد وقفوا بوجهها. لكن المشكله بعض الناس تاخذ غير امور عليه، تعرف انسان تربوي يعني صح. احنا يمنا مشكلتنا احنا ما نحترم هذا الشيء، بعض الاشخاص ما يحترمون هذا الشيء. لكن هو مدرب منتخب يقدر يقود المنتخب بالنهايه. عدنان حمد خسر العراق. خسر العراق. نعم. باختصار خسر يعني الرياضه العراقيه خسرته. السؤال الاخير، انت دائما طالب بدعم الاعلام سواء في تصريحاتك عبر الشاشه او مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل الدعم للمنتخب وللاعبين والمدرب، لكنه انا اقول لك لحد اللحظه المنتخب لم يزرع الاطمئنان في نفوسنا جميعا. صحيح ما قلت لك اكو تراكمات واكو خربطه بالموضوع. تمام. اذا في الختام ماذا تريد ان تدلي براي موجز، لانه المخرج ده يعيط باذني. تحياتي للاستاذ يراد. اطلب دكتور من الاعلام مثل ما قلت واقول من سنين، ساندوا المنتخب بعد التصفيات تقدر تحجون، لا تحجون هسه على لاعب او هذا، عوفوا اللاعبين وعوفوا المدربين وعوفوا الاتحاد يمشي بالطريق، وبعد التصفيات تقدر تحجون. حتى وان شخصوا خطا ما او لا تحجي، لا يتحملها المدرب والاتحاد، ماكو اخطاء ما. طيب. ماكو اخطاء. الاخطاء يتحملها الاتحاد، يتحملها المدرب واللاعبين. نعم. لكن مو انت بعد ماكو شيء وتسوي مشكله، رجاء عوفوا الفريق بحاله. طيب شكرا جزيلا. بس مو للاعلام اخاف يسوي اللي هو مو للاعلام بعض الاشخاص. طيب حقيقه سعيد بوجودك معايا على منبر المدى استاديوم، شرفتنا. سعيدين بما ادليت به من اراء وحديث، وان شاء الله لقاءاتنا تتجدد في المده القليله القادمه باذن الله تعالى. انا اشكرك دكتور على اللقاء واشكر قناتكم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وشاهدنا، ايضا مشاهدينا الكرام. على مدى الدقائق الماضيه كنا مع حلقه استثنائيه مع قائد المنتخب الوطني يونس محمود. في الختام لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لكل من تابعنا وشاهدنا. تحياتي انا معد ومقدم البرنامج، وتحيات فريق عمل برنامج المدى ستاديوم والمخرج فراس احمد. ملتقانا واياكم في الغد نفس المكان نفس الزمان، حتى ذلك الحين القاكم على خير.